احنا لما نزحنا من مكاننا الاصلي انا كنت في الثامن، وكيف كان جراينا والشظايا فوقينا والصواريخ. اجاني وجع، كنت في الليل وما فيش لا اسعاف ولا مستشفى ولا اي عياده قريبه مثلا منا. وبحمد الله كانت يعني الممرضه سهير معروف موجوده في المدرسه، وهي والله اجتني ولدتني ودارت بالها والله علي كثير، يعني انا بشكرها والله كثير. المدارس اللي أنا كنت أولد فيها كانت تتعرض لقصف. حالات الولاد اللي أنا كنت أولدهم كانت على الكشاف، اللي ما كنتش أعطي أي مهدئات للحالة، غرز للحالة كنت أعملها من غير بنج. الأطفال اللي أنا ولدتهم كانوا الوزن قليل بالنسبة للعمر، ناتج عن سوء التغذية اللي الأم مرت فيه. أنا أكثر إشي بتمنى فتحين يقولوا الحرب انتهت وكل الناس ترجع على دورها، ويتم إعمار قطاع غزة، وأحضن أولادي وأربيهم وأعلمهم أحسن تعليم.